هدف العين برضو جه في وقت انت محتاجه. ايوه طبعا اه طبعا، يمكن امام ما جون كنتش هدف العين ده ما بيتكررش كتير يعني. وبعدين حسين قال لي جه قبل اتعمل في التمرين، تمرين عمل واحدة زيها ومروان بالظبط، دلوقتي او مروان ولا وسام، وسام سام قال انه جه في التمرين اللي قبله. قبل اه الماتش، قبل الماتش بيوم هم. في التمرين جايب واحدة زيها برضه، هي هي بس قالوا لي الاوفر ما كانش من طاهر. لا كان من تاو او من رضا سليم حاجة زي كده. من رضا سليم. احيانا بتحلم بهدف وتسجله؟ هو انا في هدف في دماغي بحلم بيه هيجيبه ان شاء الله. هتجيبه. وجون العين ده او هدف العين ده حلمت بيه؟ كنت تخيلته لما مركز، جبته في التمرين؟ كنت مستني ان حاجة زي دي تحصل، يعني كنت مستني ان الكرة زي دي تحصل. انت جايب الفرصة دي يعني. ده الكرة اللي انا ضيعتها جات لي برضو وقلشت من عليا. ايوه بالظبط. بس ناوي يعني. انا كنت مركز الماتش ده كابتن جدا، كان عندي دافع اول ماتش ده ان انا هعمل حاجه، اطلع من الماتش اعمل حاجه، فكنت مركز فيها جدا، وكنت مركز في كل كوره تطلع من رجلي. بس هي جت زي ما الكتاب بيقول. الحمد لله فيها توفيق كبير طبعا من عند ربنا، وطاهر طبعا بتمنى له كل التوفيق طبعا يا مع رب يا رب. المنتخب، جميل طاهر. وربنا يكرمه نعم. بصراحه، مقدم ماتشات هايله معانا، ربنا يكرمه من الشخصيات النظيفه. الجون ده يا كابتن طبعا وهي جايه لي، كان لما بدات تنزل من على رجلي يا كابتن، جت في الكشافات بتاعه الملعب، فانا حاطط رجلي من غير ما اشوف اي حاجه يا كابتن، يا نهار ابيض. والله العظيم. هي وهي جايه كده، للتقدير الكشافات كان في للاحساس. كشاف ورا عند الجمهور كده، فهي جايه لي كده، هي جت خلاص عندي ما شفتش. بس انا حاطط وش رجلي فيها، انا قلت مسافه ما هتجيلي انا هحط وش رجلي فيها، واخد مش القرار. هفكر لا. لكن اللي انا نعم. ضيعتها دي، اللي ده كنت واخد فيها تفكيرين، ان انا تفكيرين. اللي انا ضيعتها اللي قبل دي، ان فكرت انا ان انت تكتم وفكرت انت تشوف وان مرات، واحده عشان لكن كده دي لازم، كانت قرار لا واحد. ده كان قرار واحد.